مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من الساعة الاقتصادية لسهرة هذا الاثنين دائما على قناتكم الاقتصادية الأولى. إذن خلال عدد سهرة اليوم سنتطرق إلى موضوعين، الموضوع الأول خاص بتدابير دعم الاستثمار في قانون المالية لسنة 2024، أما خلال الجزء الثاني من البرنامج فسنتناول موضوع الفلاحة الصحراوية في ولاية الدرار. إذن لمناقشة عديد النقاط حول الموضوع الأول أسعد كثيرا باستضافة الخبير في الاقتصاد الدكتور محمد شريف دروي. أهلا بك أهلا سيدي. أهلا سادة الكريم وسادة المشاهدين. وأيضا معنا عبر الهاتف النائب البرلماني سعيد حميسي. أهلا بكم سيدي. مساء الخير وشكرا على هذا الاتصال، وأيضا لضيفك الكريم الدكتور محمد شريف. شكرا لكم أيضا سيد سعيد حميسي على تلبية الدعوة ولو عبر الهاتف. إذا بالنسبة لكم دكتور ضروي، بداية قبل بداية النقاش والحديث على التدابير التي تخصها اليوم الحكومة لدعم الاستثمار في قانون المالية أو مشروع قانون المالية لسنة 2024، لو نتحدث عن المشروع عامة. أولا الشكر الموصول للأستاذ حميسي. عندما تحدث أستاذتي عن ميزانية 2024، دائما تقريبا كل الميزانيات يعني تعتمد على شقين، الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي. الشق الاجتماعي نريد أن نتكلم عنه في عجالة، يعني حتى نقول على أنه أصبحت زيادة مخصصات والتحويلات الاجتماعية الكبرى ضمن كل ميزانيات الدولة الجزائرية للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية أصبح يعتمد على المقاربة أو ينطلق من المقاربات الاقتصادية الدولية، باعتبار أن مؤشرات البورصات العالمية، خاصة عندما نتحدث عن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية أو زيادات في ومشاكل في سلاسل الإمداد وغير ذلك، أصبحت الحكومة الجزائرية تزيد من التحويلات الاجتماعية باعتبارها مهمة جدا، ولكن المؤشرات الاقتصادية الدولية أصبحت تؤثر على التحويلات الاجتماعية، فضروري جدا أن نتحدث عن هذه النقطة، لأن الاقتصاد الجزائري يدخل ضمن سيرورة والدائرة الدولية للاقتصادات الدولية. أيضا عند الحديث عن الشق الاقتصادي هنا نركز عن كل القوانين الداعمة والمؤطرة ذات الطابع التنظيمي ذات الطابع المالي التي وجهت بشكل كبير هذه المرة نحو ترقية وتعزيز كل ما تعلق بالمنظومة الاستثمارية في الجزائر، إلى جانب بطبيعة الحال القوانين السابقة اللي دائما تدخل في ترقية وتعزيز مستويات الاستثمار. نعم. في الجزائر على غرار قانون الاستثمار في حد ذاته، قانون النقد والصرف، نعم، قانون العقار الاقتصادي، نعم العقار الصناعي وغير ذلك، الذي اصبح اليوم العقار الصناعي ما يسمى بالعقار الاقتصادي كبرنامج وطني. لذلك نقول لك استاذتي الكريمه انه تقريبا العديد من القوانين اتت محفزه بشكل كبير للمنظومه الاستثماريه في البلاد حتى تخلق التنافسيه، الهدف منها على كل حال الى جانب ترقيه الاستثمار الداخلي او ما يعرف بالاستثمار المحلي، نريد ان تكون فيه تنافسيه اجتذاب للاستثمارات الخارجيه بحكم انها ذات اولويه او ذات هدف استراتيجي بالنسبه للدوله، باعتبار انه نتحدث عن الاستثمارات بالعمله الصعبه، نتحدث عن زياده التنافسيه الاقليميه والدوليه للسوق الجزائري او المنتج الجزائري بالضبط، يعني حتى نتكلم مصطلحات دقيقة. فنقول لك أنه عندما نتحدث مثلا عن تمديد الإعفاء على ضريبة الشركات والضريبة على الدخل الخام في العديد من المجالات للشركات الكبرى، خاصة ما تعلق بالسندات وتحويلها. نعم. والتنازل عنها فيما يسمى الأسواق المنظمة على غرار البورصة الجزائرية، مهم جدا لأنه سيكون حافز اجتذاب للشركات. أولا ترقية وزيادة مستويات الاستثمار للمستثمر الجزائري ورجال الأعمال والمنظومة المؤسساتية بشكل عام، أيضا يكون قيمة مضافة أمام المستثمر الأجنبي. نعم. حتى يكون يعني لديه تحفيزات متراكمة، لأن هذا التراكم هو الذي يحدث القابلية للاستثمار في
السوق الجزائرية. نعم شكرا لكم دكتور. بالنسبة لكم سيادة النائب البرلماني، ممكن نفس السؤال، بما أنكم أيضا عضو باللجنة المالية، أين قام السيد وزير المالية العزيز فايد بطرح المشروع عليكم، فما رأيكم في هذا المشروع؟ على كل حال كانت لنا جلسة مع السيد وزير المالية يوم السبت، أين قدم عرضا يتضمن مختلف المحاور وبعض التفاصيل المرتبطة بقانون المالية لسنة 2024. وما هو ملفت للانتباه هذه المرة هو أنه في العرض طرحت ميزانية 2024 وتقديرات سنتي 2025 و2026. نعم. وبالتالي هذه المرة يعني هناك نظرة استسباقية أو استشرافية لأهم ربما الملفات التي وجب التحضير لها خلال 3 سنوات القادمة. المضمون كما قال الدكتور، على كل حال الشق الاجتماعي ربما أخذ حيزا كبيرا من ميزانية 2024، لأن لما نقوله باللي الأكبر التي قاربت 110 مليار دولار، يتساءل الجميع ربما ما هي العناوين التي تم ضخ هذه الأموال في ميزانية 2024. نعم. على كل حال الزيادة في الأجور ستصل إلى زيادة تصل إلى حوالي أكثر من 40%. نعم. وبالتالي هو مبلغ كبير وكبير جدا. أيضا بعض التحسينات يعني اللي تصب في إطار تحسين إطار المعيشي للمواطن الجزائري بطبيعة الحال. ما يلفت الانتباه هذه المرة وهي نقطة مهمة جدا هي الجباية البترولية التي سيتم اقتطاع نسبة كبيرة منها لصالح الجماعات المحلية. نعم. يعني ستنتعش ميزانيات الجماعات المحلية من بينها ميزانية الولاية وميزانية البلديات التي ستكون اعتمادات مالية كبيرة جدا لربما الاستجابة لمطالب المواطنين. نعم. في جميع القطاعات. نعم شكرا لكم سيادة نائب، ابقوا معنا دائما مشاهدينا، نتابع هذا التقرير حول موضوع دعم أو التدابير لدعم الاستثمار في مشروع المالية لسنة 2024، التفاصيل مع تقرير حنان تلبساني. تدابير جديدة جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لدعم الاستثمار، حيث تراهن الحكومة على ترقية الاستثمار وتطويره لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، مع تفعيل الإجراءات التي أقرتها السلطة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، أبرزها ملف الاستثمارات الأجنبية. المستثمر الجزائري أو المتعامل الاقتصادي الجزائري والمقيم وغير المقيم، أو خلينا نقول حتى المستثمر الأجانب لما يجوا الجزائر، نظن بأنه لازم يجدوا البيئة المناسبة اللي هي تنقية وتنظيف الأجواء الاقتصادية وممارسة فعل الاستثمار في الجزائر عن طريق خاصة المنافسة الغير شريفة تاع أو الغير اقتصادية تاع السوق الموازية اللي لازم نقضي عليها، أو على الأقل نقضي على الممارسة، ولكن الناس اللي ينشطوا في السوق الموازية نقول نحتويهم من خلال الإجراءات اللي من ناحية إجراءات تحفيزية، ومن ناحية أخرى إجراءات ردعية اللي تخلي الناس ما يمارسوش نشاطات وعمليات اللي يمنعها القانون. تتمحور أهم التدابير لمشروع قانون المالية 2024 لدعم الاستثمار من خلال إلغاء الرسم على النشاط المهني، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ومنح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة مع إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة، بالإضافة إلى الامتثال الجبائي ومكافحة الغش وتهرب الجبائيين، فضلا عن توسيع الوعاء الضريبي، وذلك عن طريق تعبئة الموارد لفائدة الجماعات المحلية. لما نتكلم على الرسم على النشاط المهني، احنا نعرف بأن الرسم على النشاط المهني هو رسم اللي كان مرفوض من كل المتعاملين الاقتصاديين اللي كانوا يطالبوا بإلغائه، والدولة استجابت شيئا فشيئا، بحيث أن الرسم على النشاط المهني كان فيه مراجعة منذ عدة سنوات، من سنة إلى سنة أو سنتين كان فيه تخفيض، بعد ما كان في 2.5% وبقينا نهبط فيه ونراجع فيه، إلى غاية أنه السيد رئيس الجمهورية حقق الوعد نتاعه اللي قال كان وعد المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين بأنه سيلغي هذا الرسم بصفة نهائية. يبقى المشكل فقط أنه الكثير من البلديات أو جميع البلديات كانت تعتمد
على بجزء كبير في تمويل الميزانية تاعها عن طريق الرسم على النشاط المهني. رايحة تكون فيه أيضا متابعة للقضاء على الغش الجبائي والتهرب الجبائي اللي كلف الخزينة كثير، رايح تكون فيه أيضا إجراءات لتضييق الخناق على هذا النوع من الممارسات اللي هو الغش الجبائي، وبالتالي راح نربح مداخل جبائية كبيرة، راح نوسع الوعاء الجبائي عن طريق العمل في الميدان ومحاولة محاصرة السوق الموازية وإدخالها في السوق المنظمة. وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أكد وزير المالية العزيز فايد أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يأتي في سياق دولي وإقليمي يتسم بكثير من التحديات التي عاشتها معظم اقتصادات العالم. إذن نعود إليكم مشاهدين دائما وإلى النقاش دائما حول هذا الموضوع. بالنسبة لكم دكتور دروي، سيد وزير المالية العزيز فايد أثناء طرحه المشروع أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني ركز سبع نقاط تمثلت في دعم الاستثمار، الامتثال الجبائي، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، كذلك توسيع الوعاء الضريبي، تعبئة الموارد، التسهيلات الجبائية والموائمة وتبسيط الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ورقمنة كل الإجراءات السابق ذكرها. ما رأيكم في هذا؟ نعم أستاذتي كريمة، لو نبدأ يعني نقطة بنقطة، هو تقريبا أهم تحدي يجب القضاء عليه هو حقيقة، وهو لم يصبح بالأمر السهل والأمر الهين، هو القضاء على السوق الموازية. لأنه عند الحديث عن الغش الجبائي والتهرب الضريبي، نحن نبحث الآن عن الآليات، يجب أن تكون فيه آليات متكاملة حتى نقضي على هذه الظاهرة التي أنهكت الاقتصاد الوطني وخلقت سوق موازية ضخمة جدا لا يستهان بها، مما أثر على الدورة الاقتصادية الرسمية يعني بنقص أو بتوجه نحو سلبية للدائرة الاقتصادية الغير رسمية أو الغير شرعية. لأنه يجب عندما تكون فيه مثل هذه القوانين، تحدثنا كثيرا يعني سنوات نحن نتحدث عن مكافحة التهرب الضريبي والغش الجبائي والغل، ولكن الآليات يجب أن تكون متماثلة متكاملة بين الهيئات المسؤولة بين الوزارات المسؤولة، حتى يكون فيه توجه حقيقي نحو تنفيذ هذه التعليمات أو هذه القرارات في ميزانية الدولة. لأنه الآن أصبح من الضروري جدا إدخال المنظومة الغير رسمية التجارية الغير رسمية ضمن الاقتصاد الوطني حتى يعرف انتعاشة حقيقية، حتى تكون فيه منظومة متكاملة التي تكون هي في حد ذاتها محفز نحو اجتذاب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية. لأنه التنافسية يجب أن تبنى التنافسية على الشرعية القانونية والشرعية التنظيمية. بعيدا عن هذا، في ظل وجودها السوق الموازية يصعب جدا التحكم في ما يسمى التنافسية المتكاملة أو التنافسية الاقتصادية الحقيقية. لذلك مهم جدا أن تكون فيه آليات تابعة لمثل هذه القرارات، خاصة وأن الضبابية الاقتصادية العالمية أصبحت تنهك كثيرا يعني الخزينة العامة الجزائرية كما قلنا، للقضاء على العجز أو الفروقات ما بين ضبط القدرة الشرائية والحفاظ على الأسعار داخليا أمام ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والمواد الاستراتيجية، خاصة المواد الخام والمواد الغذائية عالميا. من خلال التحويلات الاجتماعية أصبحت الجزائر تخرج كما قال السيد النائب قبل قليل، أن الجزائر العناوين الكبرى للحفاظ على القدرة الشرائية الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية أصبح يعني ينهك عاتق الدولة، لأنها هي الضامن للحفاظ على هذا الشيء. عندما نتكلم عن القوانين الأخرى، مثلا نأخذ ما تعلق بإلغاء الضريبة الجزافية الوحيدة على كل حال على المقاول الذاتي أو المؤسسات الناشئة. هذه تعتبر محفز حقيقي للمؤسسات الناشئة، باعتبار أنه هذه المؤسسات تقريبا والمقاول الذاتي تشتغل ضمن العقلية الشبابية، يعني نجد هذا المجال أو هذا السوق تقريبا مخصص لفئة الشباب بنسبة ممكن نقول لك 98%، يعني لم يعني أرفع النسبة كثيرا. فلماذا ذلك؟ فهو محفز لأنه عقلية الشباب حقيقة يعني تبتعد إلى حد ما عن
المنظومة الرسمية باعتبار تعقيداتها أو غير ذلك. فهذا نعم. التخفيض، لأنه التخفيض تخفيض كبير جدا وتخفيض ملموس، لأنه تم التخفيض من 5% إلى 0.5، يعني أصبحت كأنك تتكلم عن ضريبة رمزية. نعم. ضريبة جيزافية رمزية يقدمها الشباب كما قلنا باعتبارهم أنهم يسيطرون، يعني هم المتحركين الأساسيين أو اللاعبين الأساسيين في مجال المؤسسات الناشئة والمقاول الذاتي. لذلك هذا أعتبر هذا القانون يعني محفز حقيقي في المنظومة. أيضا عندما نتحدث عن نقطة جد مهمة، نعم. فسح المجال أمام الاستثمارات للمؤسسات العمومية المستفيدة من الدعم من الخزينة العامة أمام التمويلات الخاصة. التمويلات الخاصة أو التمويلات الأخرى هي فتح المجال أمام إدخال المنظومة البنكية ضمن الاستثمار العمومي، وهذا شيء محفز كبير جدا. نعم. حتى نخرج أيضا نساعد أو ندعم المنظومة البنكية حتى لا تندمج فقط مع القطاع. نعم. الخاص أو تكون ذو طابع تقليدي فهو. نعم. دكتور، قبل أن تكملوا ممكن هذه النقطة رح نتناولها بعد قليل. نعم. معنا دائما سيادة النائب. نعم سيادة النائب. أنتم بالنسبة نقعد دائما نبقى دائما في نقطة الاستثمار الذي يحتل اليوم مكانة كبيرة لدى أولويات الحكومة وكذلك السلطات العمومية أو العليا للبلاد. نحاول مناقشة هذه التدابير نقطة بنقطة. أولا إلغاء الرسم على النشاط المهني، ما رأيكم في هذا؟ على كل حال لما نرجع للقانون الاستثمار عرف ربما بعض الصعوبات كما تعرفوا، خصوصا في شقه المتعلق بالعقار الاقتصادي يعني، ولكن سيتم تدارك ذلك مع بداية السنة، سيكون جاهزا للتنفيذ وأيضا للاستغلال. نعم. إذن هذه الميزانية سنة 2024 ضبطت على أساس أنها تتوافق وتنسجم مع التوجه الاستثماري للدولة الجزائرية. إذن وجب إزالة جميع العوائق، جميع الضغوطات، جميع الأمور التي تؤثر سلبا على السير الحسن للاستثمار. نعم. وبالتالي إلغاء هذه الضريبة جاء بقرار من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وهو إجراء مهم جدا بطبيعة الحال يصب في هذا الهدف. نعم. ولكن ما أريد أن أشير إليه. نعم تفضل سيدي. للتحدث عن ضبط الضرائب، الجباية، هذه الأمور كلها وإزالة كل مظاهر المعرقلة المفرملة لهذه الميزانية أو لهذا المشروع اللي هو تسييد عمليات استثمارية. كما قال الوزير، قال الدولة من أولوياتها توفير مناخ الاستثمار، وليست الدولة هي التي تستثمر. نعم. والمستثمرون هم الذين يستثمرون أموالهم في عملية صناعية وتجارية. الحكومة تعبد فقط الطريق. نعم. نعم. لازلت من ربما من أطراف التي تنادي بإعطاء الأولوية القصوى للرقمنة. نعم. يعني نريد مستثمرين أجانب، نريد سرعة في التنفيذ، نريد سرعة في تجسيد عمليات في انعاش الاقتصادي، والرقمنة لا نزال باعثين عنها كل البعد. لقد تطرق إليها قانون المالية، ولكن يظهر لي في قناعتنا أنها أولوية قصوى، لأنها تقضي على الرشوة، تقضي على المحسوبية، تقضي على كل الظواهر السلبية التي ألفناها في المجتمع الجزائري رغم المسائل الكثيرة في إنعاش الاقتصاد. نعم. بالنسبة لكم دكتور دروي، سيدة النائب أنتم دائما معنا. نعم. نعم نعم. بالنسبة لكم دكتور، منح أيضا المشاريع الاستثمارية المهيكلة أو والممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة أيضا من شروط تمويلية خاصة، تعقيبكم على هذه التدابير؟ نعم. فقط أريد أن أضيف إلى ما قاله أستاذنا فيما يخص أستاذة الرقمنة. الإرادة السياسية موجودة فيما يخص يعني الرقمنة الحقيقية، ولكن في الميدان
يبقى شيء صعب جدا جدا نظرا للعديد من العقليات والذهنيات والضرورات الأخرى. عندما نتحدث عن الذهنيات فيه بعض المعرقلين بطبيعة الحال، سواء هنا نتحدث فقط عن الأفراد، نتحدث حتى عن طبيعة المؤسسات في حد ذاتها، لأنه من الصعب الخروج، وهذا شيء طبيعي وليس شيء متعمد أحيانا، لأنه الخروج بالمؤسسة من طابعها التقليدي الموجود الآن إلى الرقمنة بيعني في ظل عدم وجود خطوات مدروسة يصبح من الصعب التنفيذ. فالقابلية لإحداث الرقمنة يجب أن تكون بشكل متدرج وبشكل شمولي أكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما يعني نخرج من المؤسسات والعراقيل وبعض الذهنيات كما قلنا، نتوجه إلى الضرورات. الضرورات الآن أصبحت حقيقة تفرض أن نندمج في الرقمنة، ولكن الرقمنة تتطلب العديد من المشاريع الكبرى، لأنه عندما نتكلم عن الرقمنة يجب أن نتكلم عن البنية التحتية. البنية التحتية يجب أن تتوسع أكثر بكثير من الموجود الآن أستاذتي الكريمة، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الرقمنة يعني كمصطلح أو كشعار إعلامي أو غير ذلك. تتطلب البنية التحتية بنية تحتية قوية جدا حتى تكون فيه المؤسسات مندمجة ضمن مسار الرقمنة، لأنه تحدي الرقمنة يكون إلى حد ما خطير يعني في ظل عدم وجود بنية تحتية مستمرة. لأنه البنية التحتية عندما تتحدث عن تحويلات مالية ما بين البنوك والمؤسسات وتصريح ضريبي وتصريح جمركي ومسار متكامل لمنظومة اقتصادية في ظل بنية تحتية غير 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 ناضجة، حتى لا نقول أنها ناقصة أو غير ذلك، ولكن باعتبار أن الجزائر تتطور في هذا المجال لتندمج ضمن يعني ما تسمى الحكومات الرقمية العالمية والمؤسسة الرقمية وغير ذلك، يبقى بالضرورة العودة إلى البنية التحتية حتى نتكلم حقيقة عن الرقمنة المؤسساتية ورقمنة الحكومة ورقمنة المشاريع ورقمنة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ككل. نعم. فالبنية التحتية هي التي يجب أن نتكلم عنها أكثر من أي شيء، بعيدا عن العراقيل، بعيدا عن الذهنية الكلاسيكية، بعيدا عن المؤسسة وطبيعتها التقليدية وغير ذلك. يجب أن نتكلم ونتكلم كثيرا حول كيفيات الإنجاز والعمل لتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني، لأنه حتى عندما نتحدث عن التنمية المتوازنة ما بين الشمال والجنوب، ما بين الهضاب والشمال، ما بين المدن الكبرى والمدن الداخلية وغير ذلك، دائما المنطق يعيدنا إلى البنية التحتية أستاذتي الكريمة. نعم. أعود لك إلى سؤالك أستاذتي الفاضلة فيما يخص هذه النقطة المتعلقة بإمكانية خروج المؤسسات العمومية والاستثمارات العمومية من الاعتماد على المحفظة المالية للخزينة العامة إلى التمويلات الخاصة. قلت لك قبل قليل هو شيء مهم جدا جدا. أولا عدم التركيز على الضغط على الخزينة العامة من خلال هذه الاستثمارات التي كثيرا من الأحيان عند عملية يعني التصحيحات للبرامج الاستثمارية تحتاج أموال إضافية أو عراقيل معينة أو توقف المشاريع يفقد القيمة المالية للاستثمار، فيتطلب فيما بعد بعد سنة بعد سنتين يتطلب إعادة ضخ أموال أخرى لتغطية النقص في القيمة المالية لهذا الاستثمار. فإدخالها ضمن ما يسمى المنظومة المالية بشكل عام للاقتصاد الوطني مهم جدا، وهنا سنتحدث عن المؤسسات المالية بشكل عام والبنوك بشكل خاص. فإدخال أيضا البنوك في هذا المسار قلت لك أنه يضمن التخفيف الأعباء على المحفظة المالية للخزينة العامة، يضمن الحفاظ على الإمداد المالي والدعم المالي لهذه المشاريع في حالة فقدانها قيمتها السوقية مع المدة الزمنية في حالات معينة أو توقف المشاريع لضرورات معينة. لا نتكلم دائما على العراقيل باعتبار أنه تتوقف المشاريع لعدة أسباب من حتى أسباب تقنية. أيضا النقطة الثالثة هي خاصة بالمنظومة المالية ككل. المنظومة المالية ككل عندما نتحدث عن الخزينة العامة، عن البنوك، عن المؤسسات المالية والمصارف، نحن نتحدث عن الدورة المالية لعصب الاقتصاد الوطني، لذلك تنشيطها بهذه الكيفية سيضمن تنافسية إضافية للمؤسسات المالية، ويدمج البنوك بشكل خاص والمؤسسات التأمين وغيرها ضمن هذه الدورة، مما يعطي البنوك يعني أبواب أخرى أو مفاتيح أخرى لإخراج ما يسمى باحتياطي الأموال الموجودة المكدسة لدى البنوك. البنوك الجزائرية خاصة البنوك العامة لديها احتياطات مالية ضخمة جدا
لم تستطع إخراجها لأنها تقريبا لا زالت تتطور على كل حال بشكل جيد، ولكن ما زالت بعيدة كل البعد عن المنظومات العالمية المالية. نعم. ومن بين ذلك المنظومة الرقمية التي تدخل ضمن هذا التطوير أو مجالات تطوير المنظومة المالية. فمهم جدا هذا القرار أنه قدم إضافة حقيقية في ظل ما سيكون بعدها من وضع آليات لكيفية استفادة هذه المشاريع من القروض من الخزينة العامة ثم تتوجه إلى نعم. المؤسسات المالية. نعم. بالنسبة لكم سيادة النائب، هناك نقطة أخرى تم التطرق لها خلال مشروع المالية، وهي الترخيص لملاك ومجهزي سفن الصيد وتربية المائيات مرة كل 5 سنوات بجمركات المحركات البحرية الداخلية المستعملة والتي يقل عمرها عن 5 سنوات. كيف سيؤثر هذا على المجال، مع العلم أنه في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المزداد خلال مجلس الوزراء، تناولت أيضا ضرورة النص على كل إجراء ويهدف إلى تحسين ظروف المهنيين في قطاع الصيد البحري. تفضلوا سيدي. شكرا. إذا كان سمحتي لي الأخت، أريد أن أعرج على بعض النقاط التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، وهي مهمة جدا ربما لم يتم التطرق إليها. نعم. لما نوجد 250 ألف وحدة سكنية في سنة 2024، 150 ألف بناء ريفي و100 ألف سكن اجتماعي إيجاري، يظهر لي هذا مؤشر جيد بالنسبة للمواطن الجزائري. ضف إلى ذلك هناك اعتمادات مالية كبيرة أيضا بالنسبة للخدمة العمومية في جميع القطاعات. ولكن ما ألفت انتباهنا في قسم التجهيز يعني الاستثمار والتجهيز هو أنه هذه المرة تم تركيز ربما اعتمادات كبيرة على قطاع التربية، وهذا شيء أيضا مشرف. نعم. لأنه يخلي أولادنا يتم درسوا في ظروف أحسن من الوضعية الحالية. كم تعرفوا المشاكل اللي تحدث في كل دخول مدرسي من اكتظاظ وانعدام وسائل، وبالتالي هذا المرة الاعتمادات المالية التي وجهت لهذا الغرض معتبرة جدا. نعم. نرجع لسؤالك أو ربما اللي أعطى توضيح بخصوص قطاع الصيد البحري، كل هذه التحفيزات وهذه ربما الإجراءات التي اتخذت من طرف السيد رئيس الجمهورية ولإنعاش هذا القطاع الذي بعدة سنوات ونحن نبحث عن طريقة لإخراجه من وضعية سيئة، ربما ساحل بأكثر من 1200 كيلومتر يعني ثروة سمكية كبيرة جدا، وللأسف الشديد لا يوجد إقبال على هذا النشاط. ربما من خلال هذه الإجراءات التحفيزية نرى أن القطاع سينتعش وستكون الثروة السمكية في متناول جميع الجزائريين بإذن الله في السنوات القادمة، وسيكون هناك أيضا ستكون هناك رغبة عند الكثيرين خصوصا ربما الشباب اللي يقطن على الساحل في المضي في الاستثمار في هذا المجال تبعا للتحفيزات المشار إليها. نعم. على كل حال لا ينكر أحد أن هذا القطاع مهم بالنسبة لمداخيل الدولة وحتى لمعيشة الكثيرين من الجزائريين. نعم، شكرا لكم. تفضل سيادة النائب. العفو. إذا نرجع للكلام اللي قاله الدكتور في بداية الحصة، الجانب الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والضغوطات التي تعيشها بلدان كثيرة، تم التركيز على الجانب الاجتماعي لأن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية بالدرجة الأولى، وهذه تعتبر مخاطر على النظام العام بصفة عامة، على الاستقرار الاجتماعي. لابد من وضع هذه البرامج لصالح الجزائريين حتى يكونون في منأى عن هذه الضغوطات وعن هذه الصعوبات الاقتصادية. نعم، شكرا لكم سيادة النائب سعيد حميسي على حلولكم ضيف من ولاية سطيف مباشرة في برنامج الساعة الاقتصادية. شكرا لكم.
شكرا لكم أيضا. شكرا. إذا نعود لكم دكتور، اليوم نشوف أنه حكومة أيمن بن عبد الرحمن تراهن على ترقية الاستثمار وتطويره مرة أخرى. إذا سنة 2023 كانت سنة الإقلاع الاقتصادي، والسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان سبق وتكلم على هذا. كيف تتصورون أن تكون سنة 2024 بهذه المعطيات الحالية؟ والله أستاذتي الكريمة، القانون بشكل عام هو شيء محفز وشيء جميل جدا جدا، ولكن أنا دائما أتكلم عن آليات التنفيذ، دائما أركز باعتبار أنه يعني كمختص في التخطيط الاستراتيجي عندما أتكلم عن قانون، إرادة سياسية موجودة، القوانين واضحة، القرارات واضحة، ولكن يبقى ما بين القرار والميدان تبقى ما يسمى مسار من آليات التنفيذ. لا نتكلم عن برامج إن لم تكن في على أرض الواقع. المواطن الآن يبحث عن ما يجد أمامه، يبحث عن الملموس. المواطن الجزائري أو كل مواطن العالم يعني لا يفهم قرار ولا يريد أن يفهمه، يريد أن تكون فيه أمور موجودة ملموسة أمام عينه، لأنه عندما مثلا تحدث عن زيادة المعاشات، زيادة الأجور، فأصبح شيء ملموس في جيب المواطن، لذلك يحس بالتغيير. عندما تكلم عن الجانب الاقتصادي نركز كما تفضلت عن الجانب الاستثماري، المنظومة الاستثمارية أستاذتي تبنى على مراحل لديها أهداف. عندما نتكلم عن الاستثمار يجب أن نتكلم عن عصب الاستثمار اللي هو المنظومة المالية. عندما تحدث عن المنظومة المالية، الهدف من كل العملية هو تقوية المنظومة التجارية. المنظومة التجارية تستقوي من خلال التنافسية. نعم. التنافسية تخلق الجودة في الإنتاج. عندما تكون لديك جودة في الإنتاج في هذه المرحلة، سوف نتكلم عن الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج الجزائر. وعندما تحدث عن ترقية الصادرات، سوف نتكلم عن الهدف الاستراتيجي السياسي الاقتصادي للبعد الجزائري اللي هو البعد الإفريقي. فالأمر متكامل منضبط، بين نقطة ونقطة توجد آليات. لذلك أنا دائما أتكلم أستاذتي الكريمة عن آليات تنفيذ هذه القرارات. القرارات رائعة والقرارات قوية وقرارات مدروسة وفي وقتها، تبقى الآليات هي المطلوب فيما بعد. يجب أن تكون الآليات المطروحة أو المسارات التي سنسير عليها تكون في نفس المستوى لهذه القرارات، حتى لا تنقص من قيمتها الميدانية الاقتصادية أو تنقص من قيمتها التنظيمية أو تخرجها عن المسار أصلا. لذلك تكون هنا مسؤولية الهيئات والوزارات والمؤسسات هي التي مطالبة بإيجاد هذه الآليات ووضع آليات يجب أن تخضع للعديد من النقاط. الآليات يجب أن تكون مبنية على معايير، يجب أن تكون تبنى على التكامل ما بين آليات التنفيذ، لأنه عندما نتكلم مثلا عن ترقية الصادرات، ترقية الصادرات يجب أن تضبط آليات الجمارك مع آليات البنكية مع آليات الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الآن. فشيء مهم أن لا تكون فيه منظومة ذات ما يسمى المساحة البعدية، يجب أن تكون فيه ما يسمى المساحة الصفرية. كل الآليات تصب في هدف واحد، تنطلق من القوانين المؤطرة للمؤسسة لتصب في نقطة واحدة، هدف واحد، غاية واحدة. الغاية من المنظومة ككل هو تحقيق منتوج وطني يخلق من خلال منظومة استثمارية يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال على اليمين اشتداد الاستثمار الأجنبي، لأنه نتحدث عن العملة الصعبة وهي القيمة المضافة المالية الحقيقية للخزينة العامة، أو نتحدث عن مخرجات الاستثمار نحو التصدير لتكون فيها عوائد مالية من العملة الصعبة. نعم. أكيد شيء جميل، لا نحن لا نختزل دور الاستثمار والمستثمر المحلي، لأنه هو الأولى بالسوق الوطنية، لأنه هو يخلق مناصب الشغل، هو الذي سيوفر الضريبة، هو القائم بدفع الضرائب، بدفع التأمينات، بدفع كذا، مما يحسن هذه المؤسسات المتعامل معه، هو الذي سيقوم بخلق التنافسية الوطنية. ولكن تبقى خلق العملة الصعبة هو هدف أساسي من خلال الاستثمار أستاذتي الفاضلة. أصبح اجتذاب المستثمرين الأجانب، الشركات الأجنبية أو الشركات خاصة المتعددة الجنسيات للاستثمار في الأوطان على غرار الجزائر أصبح تحدي كبير جدا جدا جدا.
المنظومة الاستثمارية الآن التي نتحدث عنها من خلال قانون المالية ل 2024 هو تكملة لمسار من القوانين اللي تكلمنا عليها في بداية الحصة، حتى تكون فيه ما يسمى في النهاية مناخ أعمال مواتي. مناخ أعمال مواتي أستاذتي الفاضلة هو الضامن الحقيقي للاستقرار التنموي. استقرار نعم. التنموي هو الضامن للاستقرار الاجتماعي، والاستقرار الاجتماعي هو الذي يعود على المنظومة الاقتصادية، لأنه المعيار الكبير وليس الأول، المعيار الأضخم لضمان سوق استثمارية متطورة هو استقرار المنظومة في حد ذاتها، وهذا شيء أصبحنا نلمسه حقيقة، ولكن التحديات لا تزال كبرى. ولكن سنة 2020 ستكون قيمة 2024. مضافة أيضا 2024 عذرا ستكون قيمة مضافة للسوق الاقتصادية الاستثمارية بشكل خاص. شكرا لكم دكتور محمد شريف دروي على حلولكم، ضيف خلال الجزء الأول من الساعة الاقتصادية. برنامجنا متواصل معكم مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. ونعود وإياكم مشاهدينا الكرام والجزء الثاني من برنامج الساعة الاقتصادية لسهرة هذا اليوم الاثنين. أرحب بكم من جديد، وسنتطرق إلى موضوع الفلاحة الصحراوية في ولاية أدرار، ولهذا أسعد كثيرا باستضافة عبر الهاتف السيدة تهامة أم الغيث رئيسة الجمعية الولائية الفلاحية لولاية أدرار. أهلا بكم سيدي. نعم سيدي، أهلا بكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد مغيث ميتامي رئيس الجمعية الفلاحية لولاية أدرار. نعم، شكرا لكم على تلبية الدعوة. إذن خلال هذا الجزء سنتكلم عن واقع الفلاحة الصحراوية في مدينة أدرار، كذلك سنتحدث عن الزراعات الموسمية الواعدة وأفاق الإنتاج الوفير بهذه المنطقة الصحراوية. بداية سيد التهامي، لو نتحدث عن الواقع الذي تعيشه الفلاحة الصحراوية اليوم في ولاية أدرار. الواقع الذي تعيشه ولاية أدرار من الفلاحة، الحمد لله السيد البرنامج نتاع السيد رئيس الجمهوريه والسلطات المحليه للفلاح الحمد لله زاد قدام، كان عنده مشاكل والحمد لله الرئيس المشاكل نقولوا 50% 60% الحمد لله فرات فيه. نعم احنا الحمد لله الفلاحه اللي لنا فيها الحمد لله هي الفلاحي اللي الحاجه اللي يكثر منها هي في القمح. القمح الحمد لله راه الفلاح كان يعاني قبل من المشاكل. نعم. دروك راه في انتاج وفير ان شاء الله. نعم. طيب سيد تهامي ام الغيث، ما هي اهم الاستثمارات الفلاحيه التي تعرفها المنطقه اليوم في ظل هذه النهضه الفلاحيه ايضا التي تعرفها صحراء الجزائر؟ الفلاحه اللي تعرفها ولايه ادرا هي فلاحه هي انتاج القمح وانتاج الذره الصفراء والتمور والطماطم. نعم. من بين القمح، من بين فلاحة القمح الحمد لله الفلاح راه يوصل الى 70 قنطار 80 قنطار، وكاين في بعض الاماكن الى 90 قنطار في الهكتار. نعم. الموجود لهذا العام تاع 2022 2023 كاين بعض الفلاحين الحمد لله جابوا روندمون 80 الى 90 قنطار في الهكتار، وكاين بعض الفلاحين تضروا من الجفاف اللي جا الشمال تضر بعض المناطق في الصحراء وخصوصا في ولايه هدرا. نعم. كاين الفلاح هذا العام نضر من الحراره ونضر من الرياح، كما كي نضر مناطق الشمال الفلاحين تاع مناطق الشمال اللي نضروا من الجفاف، حتى الفلاح تاع الجنوب وخصوصا ولايه هدرا نضر من الارتفاع لدرجات الحراره واثر سلبا على المردود وضعف الانتاج. نعم. بما نتج عنه حتى ترتيب ديون من طرف السوداس وطرف البنك. نعم. طيب سيد تهامي، بالنسبه للزراعات الاستراتيجيه التي تركز عليها اليوم السلطات العليا للبلاد، ما هي اهم المشاريع التي انطلقت بالمنطقه؟ المشاريع الحمد لله نشكر بالمناسبه نشكر السيد الوالي لولايه أدرار الحمد لله اللي كاين قسم بعض الاراضي اللي كانت اضرار
تفتقر لبعض الاراضي الفلاحيه. الحمد نعم. لله كينصو السيد الولي قسم بعض الناس اخيرا اخيرا تقريبا الى 400 الف هكتار تستافدوا منها ومعظمهم الشباب الحمد نعم. لله كانت النسبه قليله في المساحه، هذا العام النسبه ان شاء الله ترتفع. نعم ان شاء الله ترتفع ويزيد الانتاج ان شاء الله. كان نقولوا مثال مقبل 30% 40% هذا العام ان شاء الله بالمجهودات نتاع السلطات المحليه على راسها السيد الولي ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله الى 70-80% ان شاء الله. نعم. طيب بالنسبه لكم سيد تهامي، لما نقول على نتكلموا على زراعه الطماطم ايضا التمور وكذلك الزيتون، هذه المنطقة اليوم تتوجه نحو وجهة جديدة، كيف تتعاملون مع كل هذه المنتوجات الجديدة؟ هل هناك وفرة؟ كاين وفرة كما هضرنا من قبل على فلاحة على إنتاج القمح، وكاين إنتاج الذرة الصفراء وكاين التمور. كاين نعم. إنتاج الذرة الصفراء العام اللي فات قبل الموسم اللي فات 2022 2023 كان إنتاج قوي بالذرة الصفراء وفي نعم. الأعلاف برونسيلاج وفي الذرة الصفراء ذراع حب. كان الإنتاج الحمد لله سوقناه للشمال، الحمد لله الشمال سوقه كثرة الأعلاف الدوهم لمولاية أبرار الحمد لله ونفعم حتى في الأغنام تاعنا. وكاين هذا العام إن شاء الله دخل حتى الفلاح هذا العام دخل بقوة لزراعة الذرة الصفراء وإن شاء الله يكون فيها منتج الذرة الصفراء وان شاء الله حتى في انتاج القمح نتاع اللي هضرنا عليه من قبل هضرنا على 2022 2023 اني نزيد نهضر لك على 2023 2024 رانا في مرحله الحث والبدء. نعم ان شاء الله الفلاح راه داخل بقوه ان شاء الله بالمجهودات نتاع الدوله. وكاين في الانتاج التمور كاين الحمد لله انتاج التمور بقوه. نعم لا لا المشكل اللي نعانوا منه في انتاج التمور كاين ضمان التسويق ما كانش، الوزينات نتاع التمر اللي ضمنوا التسويق ما كانش، حنا الفلاح راه ينتج التمر ولكن ينباع بأقل سمة، لو كان نعم. ضمان التسويق الفلاح يزيد يحرث النخل ويزيد ينتج باش يولي الإنتاج بقوة ويكون ضمان التسويق في كل حاجة في الحبوب في التمر وفي الطماطم. إن شاء الله. نعم، لكن بالنسبة لكل الإصلاحات التي قامت بها الوزارة الوصية للنهوض بالفلاحة في المنطقة، كيف تتعاملون اليوم أنتم اليوم كرئيس الجمعية الولائية للفلاحة بولاية أدرار؟ نتعامل مع السلطات المحلية ونتعاملوا مع البرنامج نتاع السيد الرئيس الحمد لله اللي كنا المشكل اللي كنا نعانوا منه في مشكل الكهرباء. نعم كان مناطق كانوا يعانوا منها من الفلاحين في مشكل الكهرباء، وهذا البرنامج نتاع السيد الرئيس الحمد لله اللي جاء كان الفلاح احنا وعلى راسها الفلاحين زاويه كنتا وفلاحين سبع وفلاحين ولايه اضرار باكمل كانوا يعانوا من هذا المشكل. والحمد لله من 2015 ل 2022 2023 المشكل نقولوا نحل 90% الحمد لله. نعم راه المجهودات نتاع السلطات المحليه ومديريه السمادات ومديريه الفلاحه راه داير مجهودات كبرى الحمد لله، والفلاح راه وصل بعيد راه تقريبا الكهرباء وصل الى 90% الحمد لله. الفلاح اللي كان يعاني بالجروب كما نقولوا احنا المحول تاع المازوت الحمد لله دروك راه يفلح بالكهرباء، وان شاء الله المساحه نتاع السوق تزيد في القمح وتزيد في الذره الصفراء وفي كل حاجه ان شاء الله. نعم، شكرا لكم سيد تهامي أم الغيث رئيس الجمعية الولائية الفلاحية لمدينة أدرار، شكرا لكم على حلولكم ضيف ببرنامج الساعة الاقتصادية، شكرا لك سيدي. شكرا، شكرا لكم، ثم شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من الساعة الاقتصادية، إلى اللقاء.